بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، إلى قوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم، إلى قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بين أن من الأصول المتفق عليها المعلومة الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وهي المعلومة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم بالاضطرار، أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أصناف،
مؤمنون باطنا وظاهرا وكفار باطنا وظاهرا ومسلمون في الظاهر كفار في الباطن وهم المنافقون. ثم سرد المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها بيان صفة المنافقين وأن هذا الصنف هو وهم المنافقون كثيرون موجودون في كل زمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من الأزمان إلى يوم القيامة. والنفاق إنما يوجد إذا قوي المسلمون، إذا قوي المسلمون صار هناك منافقون يخفون كفرهم ونفاقهم لئلا تقام عليهم الحدود، لأنهم لو أظهروا كفرهم قتلوا، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لكن في وقت ضعف الإسلام والمسلمين يعلنون كفرهم لا يبالون. فوجود المنافقين يدل على قوة المسلمين في المجتمع. ولهذا في مكة في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد في مكة منافقون، ما يوجد في مكة منافقين، ما في نفاق في مكة، ما في إلا مؤمن أو كافر، كافر ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا وباطنا، بل إن بعض المؤمنين يخفون إسلامهم بسبب إيذاء الكفار لهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر الداخلون في الإسلام وكثر المهاجرون ووقعت غزوة بدر انتصر فيها المسلم انتصارا عظيما عز الله جنده ورسوله والمؤمنين، أظهر بعض الناس الإسلام وأظهر الكفر مما في قلوبهم مرض من اليهود ومن الوثنيين ومن المشركين. والمؤلف رحمه الله يسرد الآيات التي فيها بيان صفة المنافقين، وأن الآيات التي في وصف المنافقين كثيرة في القرآن العظيم، قل لا تجد السورة مدنية إلا وفيها شيء من صفاته. سرد المؤلف رحمه الله لنا الآيات التي في سورة البقرة، ثم الآيات التي في سورة عمران، في سورة آل عمران، في سورة المنافقين، ثم الآيات التي في سورة النساء التي قرأها القارئ الآن، كلها الآيات في صفات المنافقين في سورة النساء، ثم بعد ذلك الآيات في صفات المنافقين في سورة المائدة. قال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا وصف المنافقين، منافقين يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله هو طاغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعجب من حال هؤلاء، ألم ترى التعجب، استفهام التعجب، ألم ترى إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يجمعون بين أمرين متناقضين لا يمكن، الإيمان بالله وبرسوله وبما أنزل إليه من قبل ينافي التحكم إلى الطاغوت، والتحكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله. وهؤلاء جمعوا بين أمرين فدل على كفرهم ونفاقهم. هؤلاء منافقون يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومع ذلك يتحكمون إلى الطاغوت وهما خالف كتاب الله وسنة رسوله. هذا يدل على كفرهم، لأن أحدهما ينقض الآخر، التحاكم إلى الطاغوت ينقض الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله ينافي التحاكم إلى الطاغوت. فإذا جمعوا بينهما دل على كفرهم ونفاقهم. ثم قال ويريد الشيطان، ثم قال سبحانه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بيّن الله سبحانه وتعالى أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأن وصف هذا الضلال بالبعد. إذا التحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان بالله وبرسوله وهو من إرادة الشيطان وهو ضلال، والضلال وهذا الضلال بعيد عن الحق. ثم ذكر من أوصافه، من أوصاف المنافقين، قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى ما لووا رؤوسهم، لووا أناقهم، صدوا وأعرضوا بكفرهم ونفاقهم، لأن التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول واجب.
من تحاكم إلى الطاغوت وهما خالف كتاب الله وسنة رسوله فإن هذا ينافي الإيمان بالله وبرسوله وهم من أوصاف المنافقين. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قبلها قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني إذا أصابتهم مصيبة قدرها الله عليهم بسبب أعمالهم وما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني نريد الجمع بين هؤلاء ونريد التوفيق بين هؤلاء وهؤلاء نريد الإصلاح نريد أن نجمع بين هؤلاء وهؤلاء نريد أن نجمع بين السياسة يسمون السياسة بين السياسة وبين الشريعة السياسة التي تخالف الشريعة السياسة الشيطانية السياسة الفرعونية السياسة الإبليسية فهم يريدون أن يجمعوا بين هؤلاء وهؤلاء لأن قلوبهم مريضة يخشون أن ينتصر أن يصيب المؤمنين هزيمة فإذا صاب المؤمنين هزيمة صاروا مع غيرهم مع اليهود مع النصارى مع أضدادهم وإذا صاب المؤمنين غنيمة صاروا معهم وقالوا نحن معكم كما قال تعالى في سورة العنكبوت فإن كان لك فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا في نفس السورة كما سيأتي وفي سورة العنكبوت ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم إذا جاء نصر وفتح غنيمة قالوا نحن معكم وإن حصل هزيمة انضموا إلى الصنف الثاني يريدون أن يتخذوا مع هؤلاء يد ومع هؤلاء يد لكفرهم ونفاقهم. ولهذا يقول إن أردنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق نريد التوفيق بين الشريعة وبين السياسة بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية عظيمة فيها بيان أن من لم يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن. أقسم الرب سبحانه وهو الصادق وإن لم يقسم لكن لعظم الأمر قال فلا وربك الواو قسم أقسم بنفسه الكريمة سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى تجد الغاية. ما هي الغاية؟ نفع عنهم الإيمان حتى تجد الغاية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الخطاب للرسول فيما شجر بينهم حتى يحكم الرسول في موارد النزاع شجر فيما شجر بينهم يعني فيما حصل بينهم اختلاف ونزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا الأمر الأول. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ما يكفي التحاكم بل لا يجدوا في أنفسهم حرجا بحكم الله وحكم رسوله بل يوجد منهم الرضا. لا بد أن يوجد الرضا لو تحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله لكن في نفسه حرج ما اطمئن ما يكون هذا إيمان. لا بد من الرضا وزوال الحرج الذي في الصدر. ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت قال سبحانه ويسلموا ما يكفي أيضا لابد من التسليم وهو الاطمئنان ولا يكفي هذا حتى يكون اطمئنان كامل اطمئنان تام. ولهذا قال اكد بالنصر فقال ويسلم تسليما. اذا اقسم الرب سبحانه بنفسه الكريمه انه لا يحصل لهم الايمان الا بهذه الامور الاربعه تحكيم الرسول عليه الصلاه والسلام في امور النزاع والخصومه والثاني الرضا بهذا الحكم والثالث الطمأنينة والرابع الطمأنينة التامة أربعة أمور. وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وأن التحاكم لله ورسوله لا بد منه حكم الكتاب والسنة. قال المؤلف وقال سبحانه في نفس السورة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا إنكار على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين
قيل في جاء في سبب نزول الآية أن أنه لما رجع طائفة من المنافقين في غزوة أحد اختلف الصحابة منهم، فقال الطائفة نقتلهم وقال الطائفة لا نقتلهم، فقال نقتلهم لإنفاقهم وقال الطائفة لا نقتلهم، فأنزل الله في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة تقول لا نقتلهم، والله أركسهم بما كسبوا ردهم إلى ما كانوا عليه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ في دليل على أنهم ضالون بكفرهم ونفاقهم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، من أضله الله لا يستطيع أحد أن يهديه، لأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وأضلهم سبحانه وتعالى عقوبة لهم حيث أنه تبين لهم الحق واتضح لهم ثم عدلوا عنه فعوقبوا، كما قال سبحانه في الآية الأخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عقوبة الأول الزيغ، الأول زاغوا عن الحق يعني مالوا عنه بعد وضوحها، عوقبوا بالزيغ الثاني أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه في الآية الأخرى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. عقوبة لهم تقريبا القلوب والأبصار بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة بعد وضوح الحق لهم، جزاء وثاقة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وفي دليل على أن الله هو الهادي وهو الضال، فهو سبحانه هو الهادي يقذف هداية القلب فضلا منه وإحسان، وهو المضل حكمة منه وعدلا، يخلل من شاء خذلانه حكمة بالغة. في الرجعة المعتزلة الذي يقول أن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، المعتزلة يقول أن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، والله لا يهدي أحد ولا يضل أحد. ويجيبون عن الآية بمعنى هنا قالوا إن تسمية الله نفسه بأنه الهادي والمضل هذا من باب التسمية فقط، من باب التسمية والله سماه الله مهتديا وضالا هذا من باب التسمية، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وهذا باطل. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون، من يضل الله فلن تجد له سبيلا. ثم بين سبحانه وتعالى شدة عداوة الكفار والمنافقين للمسلمين، فقال سبحانه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالكفار يودون ويتمنون ويحاولون جاهدين ويبذلون وسعهم في أن يردوا المسلمين عن دينهم فيكونون كفارا مثلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه في الآية الأخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. فإذا الكفار أعداء جميع أصنافهم وطبقاتهم لا يودون الخير للمسلمين، فلا ينبغي المسلم أن يركن إليهم. قال سبحانه في الآية الأخرى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لو يستطيعون أن يقطعوا المدد من السماء للمسلمين قطعوا، لكن ما يستطيع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين سواء من اليهود والنصارى أو من الوثنيين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يدون أن ينزل على المسلمين خير أبدا، لو استطاعوا أن يقطعوا قطعوا. ودوا لو تكفروا كما إذن يودون المسلمين أن يكفروا ولا يرضون بالتنازل القليل، مهما تنازل المسلمون للكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين ما يكفيه، لا يزالون يقولون تنازل بعد تنازل حتى يصل إلى الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. وهنا في الآية في هذه الآية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم قال سبحانه فلا تتخذوا من أولياء، كيف تتخذوا منهم أولياء توالونهم تولون الكفر من اليهود والنصارى والوثنيين وهم هذه حالهم أعداء. ودوا في الآية الأخرى ودوا ما عنتم، يودون كل شيء يشق عليكم ويعنتكم ويؤذيكم، كل شيء يعنتكم ويشق عليكم يودونه لكم ويحبونه لكم ويسعون في إيصاله إليكم. كيف بعد هذا
يركن المسلم إلى الكفرة ويواليهم ويتخذهم أولياء من دون المؤمنين؟ هذا كلام ربنا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. هذه نصيحة الله لعباده المؤمنين، نصحنا سبحانه وتعالى وحذرنا من الأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عرفتم. لا تتخذوا بطانة دخلا من الكفرة تفاوضون تسرون إليهم بأموركم وتفوضون إليهم الأمور وهم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إيصال الأذى والشر إليكم بكل طريق. ودوا ما عنتم، يودون كل شيء يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، من أفواههم تبدو الكلمات التي تدل على البغضاء، وما تخفي صدورهم أكبر، فيبدو على فلتات ألسنتهم كلمات تدل على البغضاء والعداوة وشدة الحقد، والذي وما تخفي صدورهم أكبر. ثم قال سبحانه قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. آيات عظيمة، آيات عظيمة لو تدبرها المسلم حق التدبر، لا وتدبرها المسلمون وتعقلوها وفهموها وامتثلوها لصاروا أعزة. لكن المصيبة أننا نقرأ الآيات وقلوبنا غافلة. ثم ومن تدبر فإنه لا يطبق ولا يمتثل. ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني تكونوا مثلها في الكفر. ثم قال سبحانه فلا تتخذوا منها أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. لا تتخذوا من أولياء أصحاب وأصدقاء ونصحاء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا في أمر قتال الكفار، وهذا مع القدرة، والنهي عن أن يتخذ المسلمون منهم أولياء وأنصارا. استثنى الله سبحانه وتعالى صنفين من الناس، فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا يعني الذين يلجؤون ويأتون إلى قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فهم مثلهم، يكون حكمه حكمهم. من جاء من الكفار إلى من بيننا وبينه عهد وميثاق ولجأ إليه وصار معه فحكمه حكمه لا يقاتل. فلما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين كفار قريش كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل. فمنهم من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من دخل في عقد قريش. هذا الصف الأول. الصف الثاني قال سبحانه أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوم. هذا الصف الثاني، وهم قوم حصر صدورهم يعني ضاق صدورهم وكرهوا قتالكم وأبغضوا قتالكم وكرهوا مع ذلك أن يقاتلوا قومهم معكم، فهؤلاء لا يقاتلون. قوم حصر صدورهم يعني ضاق صدورهم وكرهت وأبغضت قتالكم وقتال قومهم معكم، فهؤلاء لا يقاتلون. ومن هؤلاء قيل إن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين في مكة أظهروا أسروا إيمانهم، فلما كان غزوة بدر خرجوا معهم مكرهين، فنزلت هذه الآية. ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسر وفدى نفسه. قال سبحانه ولو شاء إذا قوم بينكم أو جاءكم حصر صدورهم أن يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا اعتزلوكم وسلموكم ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوهم. قال المؤلف وقال تعالى أيضا في نفس السورة بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين بالعذاب، البشارة تأتي بالخير وبالشر،
وبشرهم بعذاب أليم. وفي المؤمنين قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. فالبشرة تكون في الخير وتكون في الشر. هنا بشرة بالشر، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وصفهم الله بقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من المؤمنين، هذا وصف المنافقين، يتخذون الكافرين أولياء أصحاب وأصدقاء يوالونهم ويحبونهم ويركنون إليهم. وهذه الصفات وهذه الآية تحذير، تحذير المؤمنين أن يتصلوا بهذه الصفات. الله تعالى قص علينا صفات المنافقين لنحذرها ولنبتعد عنها ولنتخلق بصفات المؤمنين. قال سبحانه كيف يتخذون الكافرين أولياء من دون الله أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم قال بعد ذلك سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية فيها بيان أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يعصى الله فيه يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها، وأن من جلس في مجلس فإن عليه أن ينكر، فإن سكت ولم ينكر فحكمه حكمه. فإذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ بالله وبكتابه وسكت ولم ينكر حكمه حكم الكافرين الراضي بالكفر كافر. وإذا مجلس جلس في مجلس مجلس غيبة ولم ينكر عليهم حكم حكم المتابعين في الإثم. وإذا جلس في مجلس يشربون في الخمر أو الدخان ولم ينكر عليهم حكم حكم من شرب الخمر أو شرب الدخان، الحكم واحد الراضي كالفاعل. واجب على الإنسان أحد أمرين: الإنكار فإن زال المنكر وإلا قام عن المجلس وحينئذ يسلم. أما إذا لم ينكر وسكت فحكمه حكمه. هذا معنى الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إذا سكتتم جلستم. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، هذه وصف المنافقين يتربصون بمؤمنين الدوائر. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالكفار يجعلون يد مع المؤمنين ويد مع الكفر، المنافقون يجعلون يد مع المؤمنين ويد مع المشركين، وهم يوالون المؤمنين ويقول نحن معكم. فإذا صاب المؤمن فتح نصر غزيمة ونصر غنيمة حصل غنائم قالوا نحن معكم ويظهرون الإسلام أعطونا من الغنيمة، يطلبون المشاركة وأن يكون له سهم في الغنيمة. وإن حصل المسلم نكسة وهزيمة صاروا مع الكفار وهكذا، فهم معها يجعلون مع المؤمنين يد ويجعلون مع الكفار يد لكفرهم وضلالهم، ما عندهم إيمان ثابت. ولهذا قال سبحانه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يعني أعطونا من الغنيمة يشارككم. وإن كان للكافرين نصيب، إذا كانت النكسة على المؤمنين وصارت الغلبة للكفار قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قال الله فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه من أوصاف المنافقين الخداع، خادعون الله وهو خادعهم، هذا في جزاء لهم في مقابلة في خداعهم. والله تعالى يخدع من خدعه ويكيد من كاده ويمكر بمن مكر، وهي صفة كمال وهي جزاء لهم في مقابلة مكرهم. فالمكر والخداع والخدع صفة نقص، لكنها في إذا كانت جزاء لهم على أفعالهم صارت مجد صفة كمال. فالله تعالى وصفهم بالكمال ولا يشتق لله صفة يقال من أصافه الماكر والخادع، لا، وإنما يقال أنه يمخر بالماكرين. والله هو الماكرين يخدع من خدع يكيد من كاد، ولا يشتق لله يقال من أصفائه اسم ومن أصفائه الماكر والكائد والخالع، لا، إنما هذا ما جاء على من الصفات
على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل، وما جاء مضاف يبقى مضاف. من أوصافه وفعل، ومن أوصافه الكسل إذا قاموا إلى الصلاة. الصلاة أعظم العبادات البدنية وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله، وهذه حالهم مع هذه الفريضة العظيمة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهذا في تحليل المؤمن من أن يتصف بالكسل. ينبغي الإنسان إذا قام أن يكون نشيط، نشيط قوي عنده رغبة، لأنه يعلم ما عند الله من المثوبة، بخلاف المنافق. المنافق لا يرجو ما عند الله، كافر. فلا يليق بمسلم أن يتصف بصفة الكسل عند إرادة الصلاة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس، هذا وصف آخر من أوصاف المنافق، الرياء، مراءة الناس بالأعمال الصالحة. المؤمن يعمل العمل يخلص العمل لله، لا يرائي. فالرياء شرك ومن صفات المنافقين. ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا وصف ثالث من أوصافهم، أنهم لا يذكر الله إلا قليلا. وصفهم في ثلاثة أوصاف عند الصلاة: الكسل والرياء وعدم ذكر الله إلا قليلا. وجاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق، رواه مسلم في صحيحه، فوصف المنافق بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخرها، يرقب الشمس، لا يصلي العصر إلا عند غروب الشمس، يؤخر الصلاة عن وقتها، وقت العصر إلى الصلاة للشمس، حتى إذا كان قام فنقر أربعا، ينقرها كنقر الغراب، لا يطمئن، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه ثلاثة أوصاف. وهذه النصوص هي تحذير المسلم من أن يتصف بصفات المنافقين. ثم وصف وصف الرابع فقال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما عندهم ثبات. وصفهم بالتذبذب، مذبذبين، مذبذبين بين المنافقين وبين المشركين، لا إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين، يتخذون يد مع هؤلاء ومع هؤلاء، لهم وجه ولهم وجه، وجههم مع المؤمنين يظهرون الإسلام، ووجههم مع الكفار وهو البعض. وهذا فيه تحذير المسلم من هذا الوصف، واجب على المسلم أن يثبت على التوحيد والطاعة والإيمان، لا يتذبذب ولا يكون مع الكفرة. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قال الله: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وكما جاء في صحيح مسلم أن المنافق كالشاك العائر، تعير إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، إلى قوله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه الآية فيها جزاء المنافقين، جزاءهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأن النار والعياذ بالله دركات سفلى، دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. والجنة صلى الله عليه وسلم درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. النار بالعكس دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها. والمنافقون أين مكانهم؟ الدرك الأسفل، آخر درك، درك الأسفل تحت دركة اليهود والنصارى والمشركين، والوثنيين فوق، واليهود والنصارى فوق، فوق المنافقين أخف عذاب، وإن كان كلهم معذبون وكلهم مخلدون. حتى إن الإنسان جاء في الحديث أن أهون أهل النار عذابا لرجل في أخمصيه، يعني في أسفل رجله زمرتان تغلي منهما دماؤه. وفي اللفظ الآخر أن أهون أهل النار عذابا لرجل في رجليه الشركان، سير النار من نار يغلي منها دماؤه. وفي اللفظ الآخر لرجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماؤه. وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجري من الألم، وهو أهونه، يغلي منه الدماء من جمرتين. فكيف عذاب اليهود والنصارى؟ كيف عذاب المنافقين في الدرك الأسفل؟ نعوذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في دركة تحت دركة اليهود والنصارى، بسبب إيش؟ بسبب أنهم زادوا على اليهود والنصارى الوثنيين، زادوا عليهم، شاركوهم في الكفر، كلهم كفار، اليهود كفار والنصارى كفار والوثنيين كفار والمنافقون كفار، استووا في الكفر. زاد المنافقون عليهم بالخداع، الخداع والتلبيس، حيث أنهم يعيشون بين المسلمين وتدبير المكائد لقضاء على الإسلام والمسلمين،
فلهذا صاروا في درجة سفلى زاد عذابهم على الكفرة على اليهود والنصارى نعوذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، من تاب تاب الله عليه، من تاب قبل الموت تاب الله عليه، سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي. والمعاصي من باب أولى، إذا كان من الزنا أو من السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، تاب من النصرانية أو من اليهودية أو من الوثنية أو من النفاق أو من المجوسية أو من الهندوسية، من تاب تاب الله عليه. لكن الشأن تكون التوبة نصوح، تكون التوبة لله ويقلع عن معصيته أو كفره وضلاله، يتخلص منه ويندم على ما مضى، تأسف ويعزم عزما جازما على لا عود عليه معصية إليه مرة أخرى. وإذا كانت المعصية بينه وبين الناس رد المظلمة إلى أهله، إن كان مال رد المال عليه، إن كان قصاص سلم نفسه، إن كان عرض استحله. فإذا تاب هذا التوب تاب الله عليه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية نزلت في التابعين في التائبين، أجمع العلماء على أنها نزلت في التائبين، لأن الله عمم وأطرح، فقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب، بخلاف الآية الأخرى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين، لأن الله خص وعلم، خص الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالشرك، هذه في غير التائبين. أما آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يعني لمن تاب، هذه في التائبين. وهنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للمنافقين، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إلا الذين تابوا يعني من المنافقين، تابوا من نفاقهم وكفرهم وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم واعتصموا بالله لجأوا إليه وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذا اتصفوا بهذه الصفات توبة وإصلاح واعتصام وإخلاص الدين فحكمهم حكم المؤمنين، والمؤمنون ما جزاءهم؟ قال سبحانه: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قد عرض الله التوبة على المثلثة النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض التوبة على المثلث النصارى الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، فباب التوبة مفتوح لمن تاب قبل الموت، قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل نزول العذاب. نعم. وقال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم فحبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا
وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إلى قوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه الآيات في سورة المائدة، في أوصاف المنافقين في سورة المائدة. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون للقوم الآخر لم يأتوك. الله تعالى ينهى رسوله فيقول سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون الكفر يعني لا يبالون، بل يكفرون بالله وبرسوله ولا يبالون، فهم في حكم المسارعين، كأنهم يسارعون الكفر، كأنهم يركضون ويجرون ليصلوا إلى الكفر، نعوذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا وصف المنافقين، قل آمنا بأفواههم يعني بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، قلوبهم مكذبة وألسنتهم مصدقة، كما قال سبحانه في الآية الأخرى في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وكما قال سبحانه في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني بألسنتنا، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. فالله تعالى يقول نبيه: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود. قال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء المنافقون، ومن الذين هادوا، هذا اليهود، سمعوا الكذب سمعوا لقوم آخرين لم يأتوك، إلى آخر أوصافهم الذي في آخر الآية، يحرفون الكلم بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذروا. ثم قال سبحانه: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون الكذب أكلون السحر، إلى آخر الآيات في وصف اليهود. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يحبونهم، نهاهم أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء يحبونهم بقلوبهم، ثم ينشأ عن المحبة بالقلب المساعدة والمعاونة بالرأي أو بالسلاح على المسلمين، يعينوهم على المسلمين بالرأي أو بالسلاح أو بالمال أو غير ذلك. فتولي الكفار ردة، ولهذا قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنهم. تولي الكفار ردة عن الإسلام، وتوليهم يعني محبتهم في القلب، وينشأ على المحبة المساعدة والمعاونة بالمال أو بالرأي أو بالسلاح. ولهذا قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنهم منهم، حكم على من تولى الكفار لأنه كافر مثلهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الكفار بعضهم ولي بعض، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي أخيه المؤمن، والكافر ولي أخيه الكافر. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر وليا، فإذا اتخذه وليا يعني أحبه لدينه ونشع عن هذه المحبة المساعدة والمعاونة، فإن هذه ردة عن الإسلام. فتولي الكفرة ردة عن الإسلام، تولي محبته. أما الموالاة يعني المعاشرة والمصادقة بدون محبة في القلب، هذه كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. موالاة كونه يوالي الكافر معنى أنه يعاشره أو يصادقه، كما قال سبحانه في آية الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذا غير البيع والشراء والمعاملة، ما يلزم منها الموالاة. كل إنسان يبيع أو يشتري مع الكفار عند الحاجة ليس من الموالاة في شيء، مع بغضه لهم بغضه لدينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، عاملهم في خيبر، أعطاهم النخل، عاملهم بشطر ما يأخذ منها من زرع أو ثمر، من ثمر أو زرع، واشترى غنما من مشرك، ومات وجعه مهنوس عند يهودي 30 صاعا من شعير. فالمعاملة شيء والموالاة شيء، معاكم يبيع ويشتري عند الحاجة لا حرج، إذا كان الكافر ما هو بحربي يعني. أما الموالاة معناها يتخذه صديق يزوره ويأتي إليه ويجيب دعوته من دون حاجة، لا بيع ولا شراء ولا كذا، هذه موالاة. أما محبته بالقلب هذه ردة عن الإسلام، تولي ردة محبة الكفار، تولي الكفار محبتهم، أصل تولي المحبة بالقلب ثم يشع عنه المساعدة، هذه ردة. من حب كافر لدينه، حب اليهودي أو النصارى وثني، فهو كافر مثله، كما قال الله في هذه الآية: ومن يتولى منكم فإنه. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة من دون محبة في القلب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فسق ومعصية، وتدل على ضعف الإيمان ونقصه. هناك فرق بين التولي والموالاة. التولي المحبة، محبة الكفار، ثم ينشأ على المحبة المساعدة بالمال والسلاح والرأي على المسلمين، يساعد الكفار على المسلمين، هذه ناشئة عن المحبة. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة بدون محبة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قصنا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر أوصاف المنافقين، فقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا مرض الشك والنفاق والشبهة، كما سبق معنا بالأمس أن المرض مرضان: مرض شك ومرض شهوة، مرض الشهوة مرض المعصية، كما في قوله سبحانه وتعالى في خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض المعصية، مرض الزنا، مرض الشهوة، هذه معصية. أما هنا المرض، هنا مرض الشك والكفر والنفاق، كما قال سبحانه في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وهذا أشد من مرض الشهوة، مرض الشبهة أشد، مرض الشك والنفاق، يعني هذا مرض في العقيدة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يضعون يد مع الكفار ومع اليهود والنصارى. فإذا قيل كيف توالون النصارى واليهود تكون معهم، قالوا: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن المسلمين ينهزمون، فإذا انهزموا صرنا معهم، صرت لنا يد معهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين، ويجعلون معهم يد يوالونهم، فيقول: نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا أصابت المسلمين دائرة نكسة وهزيمة لجأوا إلى الكفار يهود النصارى، وإن أصاب المسلمين وإن حصل المسلمين فتح ونصر وغنيمة لجأوا إلى المسلمين وقالوا: نحن معكم.
شاركوهم في الغنائم يجمع هؤلاء كما قال الله تعالى لا إله هؤلاء ولا إله إلا يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء. قال الله ربنا فعسى الله أن يأتي بفتح فتح المسلمين أو أمر من عنده فيصبحوا يعني المنافقين على ما أسروا في أنفسهم نادمين من موالاتهم الكفار. قال سبحانه ويقول الذين أمروا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم هم الكفار. قال الله عنهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى في نفس السورة في وصف المنافقين وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذا جاءوكم المنافقين إذا جاءوا إلى المسلمين قالوا آمنا أظهروا لهم السنة وإذا ذهبوا إلى رؤسائهم وإلى الكفار قالوا نحن معكم كما قال الله سبحانه في كثير من الآيات وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهنا قال سبحانه وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به قال الله والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هذه أوصافهم مسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت. قال بعدها لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال المؤلف وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نهى الله على الكتاب عن الغلو في الدين. الغلو مجاوزة الحد يغلو من الغلو في الدين أن النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها وعبده مع الله. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نهاهم الله عن اتباع الضالين. ثم قال اسمع لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هذا وصف المنافقين تولي الكفرة. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم قدمت لأنفسهم ولاة الكفرة لأن لعدم إيمانهم حيث أنهم يريدون أن يصانعوا هؤلاء وهؤلاء. قال الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سخط الله عليهم بسبب موالاتهم الكفرة وخلدهم في النار. ثم بين سبحانه أن اتخاذ الكفار أولياء ينافي الإيمان ما يجتمع إيمان واتخاذ الكفر أولياء. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا من فاسقون. لو كانوا يؤمنون بالله ورسوله حقيقة ما اتخذوا الكفار أولياء يحبونهم ويساعدونهم ويعينونهم على المسلمين. لو كان عندهم إيمان ما فعلوا ما يمكن يحصل إيمان ما يمكن إيمان بالله ورسوله مع محبة الكفرة. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا الكفار أولياء يحبونهم وينصرونهم ويؤيدونهم على المسلمين ولكن كثيرا منهم فاسقون. نعم. وأما سورة براءة فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة وهي نزلت عام تبوك وكانت تبوك سنة 90 من الهجرة وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه وتميز فيها من المنافقين من تميز فذكر الله تعالى من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة. نعم. سورة براءة وسمى سورة التوبة أكثر الله فيها من صفات المنافقين ولهذا سميت السورة سورة الفاضحة لأن فضحت المنافقين ثم المبعثرة لأن بعثرتهم لم تزل الآية تنزل ومنهم 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 حتى خاف المنافقون أن يسبوا بأنفسهم في أعيان أصابهم الوجع والخوف خافوا أن يصع على أسمائهم بأعيانهم ومنهم من يلمزك في الصدقات
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هذا ومنهم لم تزل الآية تنزل ومنهم تذكر أوصافه حتى خافوا أن يسموا بأعيانهم. ولهذا سميت هذه السورة سورة الفاضحة فضحتهم. قال سبحانه فيها انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين وصف المنافقين قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان السفر قريب لاتبعوك لكن السفر بعيد. كان السفر إلى تبوك في ذلك الوقت سفر بعيد في شدة الحر في وقت طيب الثمار ما يستطيع المنافقون هنا ليس عندهم إيمان يدفعهم إلى الجهاد. ولهذا تخلى كثير من المنافقين بخلاف المؤمنين الذين يبعثهم إيمانهم بالله ورسوله على تضحية في الأموال والراحة وبكل شيء لأن إيمانهم بالله ورسوله يبعثهم. أما المنافقون ما عندهم إيمان فالسفر والسفر بعيد متعب طويل مفاوز عظيمة مدة طويلة السفر احتاج إلى سفر على الإبل في ذلك الوقت مثل الآن السفر قصير. ولهذا قال سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان الغنيمة سهلة والسفر قريب اتبعوك لأن ما ليس لهم هم إلا الدنيا لكن السفر بعيد ولا يدرون هل يحصل غنيمة وما يحصل غنيمة ولا عندهم إيمان يبعثهم. لو كان سفرا قاصدا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. يعني إذا رجع الرسول من الغزو لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. ثم قال سبحانه علم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال في أوصافهم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه أوصافهم. ولو أرادوا الخروج إلى غزوة تبوك لا يعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بين الله سبحانه الحكمة في كونه ثبطهم ولم يخرجوا لتحصل مفاسد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرج المنافقون ما زاد إلا خبالا شر لا يعلون خبالا وشرا وتشويش على المؤمنين وإدخال الهلع والضعف في نفوس المؤمنين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يعني سعوا في الشر والفساد بينكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فيكم من أسمع لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول أذلي ومنهم من المنافقين من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من بعض المنافقين منافق معروف قال يا محمد إذلي أنا ما أستطيع أخشى على نفسي من إذا رأيت بنات من الأصفر الروم أخشى ما أستطيع أمتنع. فأنزل الله فيه ومنهم ما يقول أذلي ولا تفتني قال الله ألا في فتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من أوصاف إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون. ثم قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قبل ذلك قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. كل هذه من أوصاف. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال المصر يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ويرضوه أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذا من أوصافهم. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم ذكر من صنفهم فقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم فاسقون. هذه صفات المنافقين وفيها تحذير لنا. المنافقون والمنافقون من بعض، بعضهم ولي بعض، ينصر بعضهم بعضا. هذا فيه تحذير من اتصاف بهذه الصفات. فالمؤمن ينصر أخاه المؤمن، ولي أخاه المؤمن. من أوصافه يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إذن المنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، والمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقبضون أيديهم يعني عن النفقة، ما ينفقون في سبل الخيرات، أيديهم مقبوضة لأن ما عندهم إيمان يدفعهم، ما ينفق إلا المؤمن. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم ذكر من أوصافهم بعد ذلك فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ثم ذكر من أوصافهم: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. المنافقون ما يسخر منهم أحد. من تصدق بالكثير، لما حس النبي على الصدقة فمن جاء بالصدقة صدق بالكثير قالوا هذا مراعي، ومن جاء بالقليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ما يجد إلا القليل فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالله تعالى ذكر من أوصاف من أوصافهم في هذه السورة ما لم يذكر في غيره. قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وإذا ما أنزل السورة ثم قال بعد ذلك: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم بذلك. بيّن سبحانه وتعالى في قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وذكر وقال سبحانه: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال بعد ذلك: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال بعد ذلك وصف الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما في قربات عند الله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ثم قال في آخر السورة: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زارته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزارتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزارتهم رجسا إلى جسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآيات العظيمة في صفات المنافقين في هذه السورة يعني ينبغي المسلم أن يتدبرها. لا نستطيع الآن نتوسع في شرحها لكن يكفي أن أقرأها أعرف قراءة من باب التنبيه والإشارة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة فضحتهم حتى خافوا أن يسموا بأسمائهم لم تزل الآيات ومنهم حتى قالوا إنها سمينا ما بقي إلا يسموا بأسمائهم. وكانت غزوة تبوك آخر ما نزل قال المؤلف وتميز وهي آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه وتميز فيها من المنافقين من تميز. فذكر الله صفات من صفاته ما ذكر في هذه السورة. وفق الله جميع طاعته ورضاه.